عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث نمبر إنما الأعمال بالنيات أعمال قدر مدى نيات أبر. حديث نمبر أفضل الذكر لا إله إلا الله سبس أفضل الذكر لا إله إلا الله. حديث نمبر المسلم أقول مسلم مسلمان مسلمان كبعية. حديث نمبر الدين النصيحة دين بلا چانے کا نام ہے. حديث نمبر 5 الجنة تحت أقدا لا يدخل الجنة خطات شغل قول جنة من جائقة الجنة تحت أقدام الأمهات جنة ما كي قد موكي نيچه. حديث نمسا الدعاء هو العبادة الله تعالى سدعا معنا عبادته هي. حديث نمبر 8 من صمت نجا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. حدیث نمبر 9 لا يرحم الله من لا يرحم الناس جو لوگوں پر رحم نہ کرے گا اللہ تعالی شخص پر رحم نہیں کرے گا. حدیث نمبر 10 قل الحق وان كان مخا سچ بات کہو چاہے کلوی ہو. چلو دعائیں. کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھو بسم اللہ وبرکت اللہ. کھانا کھانے سے پہلے والی دعا بھول جائے تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھو بسم اللہ اول وآخر. کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو الحمد للہ أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. سوتے وقت یہ دعا پڑھو اللهم بسمك أموت وأحيا. سوکر اٹھو تو یہ دعا پڑھو الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. جب تم پر کوئی احسان کرے تو یہ دعا دو جزاك الله خيرا. دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھو اللهم بارك لنا فيه وزدنا من. مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللهم افتح لي ابواب رحمتك. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك. گھر میں داخل ہونے کی دعا الحمد